not believe that any man, that any man can solve the problems. منذ خطبته التبشيرية الأولى في لندن عام 54 إلى آخر خطبة دينية في نيويورك عام 2005، لم يتوقف المبشر الإنجيلي المسيحي الشهير بيلي غراهام عن نشر فكر التعايش والمساواة والسلام والمحبة بين الناس في مختلف أرجاء الأرض. أبلغ رسالته لملايين الناس وحاز على ثقة جميع الرؤساء الذين عايش فتراتهم، فكان قس البيت الأبيض لعشرات السنين. في أجواء الموسيقى المسيحية يستحضر الإنجليون الأمريكيون هنا في منطقة فيرفاكس بفرجينيا قيم ومآثر بيلي غراهام تحت إشراف كبير قساوستهم مارك بيترسبرغ، الذي يقول إنه كان ضمن الذين عملوا بالقرب من بيلي غراهام في واشنطن بما في ذلك المشاريع والدراسات الدينية السياسية. إنه شخص رائع. لاحقاً عندما عملت هنا في واشنطن بالقرب من الأوساط السياسية والدبلوماسية المرتبطة بأمور الدين والاجتماعات، كان لي الشرف بالاجتماع والاستماع له. لقد رأيته عن قرب داخل الأوساط السياسية والعسكرية. البعد العالمي في رسالته وقوة وبساطة خطابه هو ما أعطى بيلي غراهام ذلك الزخم والشهرة، وما أوصله بالتأكيد أن يكون لعقود واعظ الرؤساء. أعتقد أن الكثير من القادة السياسيين لهم مرشدوهم الدينيين الذين يستمعون إليهم ولنصائحهم، ولكن لا أعتقد أن ثمة شخص مثل الدكتور غراهام، ولا أعتقد أن يأتي شخص مثله، ربما لأننا نعيش في فترة غير عادية. الأمل والسلام رغم التحديات التي يواجهها عالم اليوم، خصوصا بعد فقدان بيلي غراهام. هذا ما يشغل بال الكثير من المسيحيين الإنجليين الأمريكيين. الله جعل الناس ينمون بشكل مختلف، ولكن بالنظر إلى مسيرة الدكتور غراهام منذ الحرب الباردة وكل تلك التحديات، جعلت من السلم والأمل أمور مهمة بالنسبة له وللعالم اليوم. بين المكتب وقاعة الصلاة يتنقل مارك متفاعلا مع جميع المؤمنين أيا كانت ثقافاتهم وأعراقهم وأصولهم. يقول إن تلك من أقوى رسائل الرجل الأقوى تأثيرا في العالم المسيحي الفقيد بيلي غراهام. خليل بن طويلة لليوم على الحرة من منطقة فيرفاكس في فرجينيا.